حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في برنامج الخط المباشر. ومثل ما أسلفنا ومثل ما قلنا لكم إن شاء الله بإذن الله بنتكلم عن زيارة صاحب السمو أو اجتماع صاحب السمو حاكم الشارقة برئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة للحديث حول المراعي في إمارة الشارقة وزراعتها. قبل البدء في الحديث عن هذا الموضوع سنتحول مباشرة لمشاهدة هذه المادة التسجيلية وهذا الفيلم الذي يستعرض هذا الموضوع بتفاصيله إن شاء الله. وبعد ذلك سوف يكون معنا سعادة الأستاذ سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة. إذن لنشاهد معا هذه المادة. وتحقيق الأمن الغذائي ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية وترفيهية. الآن نحن نصدر قانون باسم قانون المراعي، هذه المراعي تكون أولا مسورة محمية، نرجع نحن نزرع النباتات مرة ثانية فيها. ونحن طبعا من حوالي تقريبا يعني 25 سنة أنا أعمل في جمع البذور وجمع الحيوانات وإكثارها والبذور، يعني عندنا نحن يعني من البذور عندنا 10 مليون بذرة، 10 مليون بذرة نحافظ عليها لأن هي الأصل. طيب هذه المراعي أولا طبعا هتكون مسؤوليتها، طبعا مسؤولية تحت البلديات. تنفيذ قانون رقم 7 لسنة 2000 خاصة بالحركة بواسطة وسائل الاتصال المختلفة. نظام تقسيم المرعى، يقسم المرعى إلى قسمين وكل قسم يجزأ إلى 4 أجزاء. يرعى القسم الأول العام الأول وكل جزء منه يرعى لمدة 3 أشهر على حدة، ثم الانتقال إلى الجزء الثاني وهكذا، بينما يراح القسم الآخر ليرعى في العام الثاني وعلى 4 أجزاء أيضاً، ويمكن أن تقام مستودعات للأعلاف لتخزين الفائض. توصيات الاستراتيجية: الاستفادة من كميات المياه المتوفرة وعمل حصاد مائي للأمطار ومستودعات طبيعية لحفظها لكي تستخدم في مواسم الجفاف. إعداد مخزون علف تعتمد عليه الحيوانات في فصل الصيف، يتم إنتاجه بتجفيف النباتات الرعوية في الشتاء. وضع برامج دراسية تختص بالمراعي، إنشاء وحدات خاصة لدراسات وبحوث المراعي، وعمل دورات تدريبية، ووضع برامج للتوعية على جميع المستويات. أما ما يتعلق بالبعد الاقتصادي والصناعي لاستراتيجية تنمية المراعي وآفاق المستقبل، فإن هناك عدة تحديات تواجه تنمية المراعي، منها على سبيل المثال ندرة توفر الأعلاف وغذاء الحيوانات، تدهور المراعي الطبيعية والتنافس على الموارد، التنافس بين الغذاء والأعلاف، التشريعات المتعلقة بالبيئة والحيوان والأرض والماء، العوامل الصحية والبيئية والتغيرات المناخية. جاء إصدار قانون المراعي ووضع استراتيجية للمراعي لمواجهة التحديات وإحداث التغيير في تنمية الثروة الحيوانية في الإمارة. ستوفر هذه المراعي مصدر غذاء جديد، وبالتالي سوف ترفع نسبة تنمية الماشية إلى 5%، وسوف تتضاعف أعداد الماشية في الإمارة بعد 15 سنة من هذا العام. منتجات الثروة الحيوانية المتوقعة بعد 5 سنوات من تنفيذ قانون المراعي: تقدر اللحوم الحمراء التي سوف تساهم في تنمية الثروة الحيوانية حوالي 13,000 طن، وبقيمة حوالي 635 مليون درهم، كذلك 300 طن من لحوم الدواجن، و25 مليون بيضة تقدر قيمتها ب13 مليون درهم. هذا بالإضافة إلى قيام دباغة وصناعة الجلود وصناعة الأسمدة ومشتقات الألبان، مما سيرفع الدخل إلى حوالي
1236 مليون درهم. ستوفر المراعي حوالي 420 موظف و1600 عامل. النتائج المتوقعة لتنفيذ قانون المراعي: يأتي سد الفجوة الغذائية للحوم الحمراء حيث تبلغ النسبة 10%، والحليب ومشتقاته بنسبة 100% للإمارة، وتوفير فائض للدولة حوالي 60 مليون لتر. كما أنه من المتوقع أن تزيد الحركة الاقتصادية من خلال المصانع الجديدة وما يتعلق بها من سلاسل القيمة التسويقية، توفير فرص عمل جديدة وتوفير سيولة نقدية. سوف تقوم الدائرة بعد تطبيق هذه الاستراتيجية بزيادة أعداد الماشية عن طريق تطوير السلالات واستيراد سلالات جديدة، تشجيع زيادة الاستثمار في مشاريع الأجبان المختلفة ومشتقات الحليب ذات القيمة النقدية العالية لاستغلال كميات فائض الحليب. هذا بجانب تطوير قوانين تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تصنيع الثروة الحيوانية في مجالي الدواجن وصناعة مشتقات الألبان. نشكر دائرة الشؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية على هذا الفيلم المفصل الذي يعني لم يترك شاردة ولا واردة إلا وفصلها فيما يتعلق بموضوع المراعي، كيفية عملها، أوقات عملها، ما الأشياء التي سوف يعني تزرع فيها أو تنثر فيها، كذلك طريقة الري، شو الفوائد التي سوف تجنيها أو يجنيها المجتمع من خلال هذه العملية. صراحة يعني فيلم مفصل فيه كل التفاصيل. نشكر الأخوة في دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة برئاسة الأستاذ سالم محمد النقبي على هذا التفصيل في هذا الفيلم. ومباشرة ينضم إلينا سعادة الأستاذ سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة. سعادتك السلام عليكم، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي براشد. كيف الحال سعادتك؟ الله يرضى عليك الشيخ. الله يعطيكم الصحة والعافية. في البداية كان لكم اجتماع صباح هذا اليوم مع صاحب السمو حاكم الشارقة، وعرضتم عليه خطتكم فيما يتعلق بتوجيهات سموه بشأن المراعي. نريد شيء من التفاصيل مما دار في الاجتماع لو تكرمت. نعم، بداية بالفعل أخوي براشد كان في هناك لقاء مثمر وجميل جدا مع صاحب السمو حاكم الإمارة. تم تحديد العديد من المعالم التي تتعلق بالمراعي في إمارة الشارقة، أيضا عرض الاستراتيجية التي تهدف إلى وضع ضوابط متعلقة بالطاقة الرئوية في الإمارة. نحن نعرف براشد أن في 2018 صدر هناك قانون رقم 7 بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة بتوجيه مباشر من سمو الحاكم، يهدف من خلاله عمل تنمية زراعية وعمل تنمية حيوانية في إمارة الشارقة. تم العمل بداية في منطقة السيلة في المنطقة الوسطى، عمل مرعى في المنطقة. الآن نحن في المرحلة الأولى هي عملية تشبيك هذا المرعى أو تسييجه. المرحلة الثانية إن شاء الله، وأعتقد أنه يعني عما قريب بيكون خلال الشهر القادم، بيكون هناك عمل عزب في هذا المرعى. بعدها بيتم توزيع هذه العزب. كذلك نحن قسمنا المرعى إلى قسمين من السنة، النصف الأول من السنة والنصف الثاني من السنة، بحيث نحن الزراعة بتكون فيه على مراحل. يعني خلال كل ثلاثة أشهر أو كل شهرين بيكون فيه نفتح قسم من هالمرعى هذا، يعني ست أقسام بتكون في المرعى. الفائدة اللي بتنجيني وراء هذا المرعى بتعمل حركة اقتصادية إن شاء الله كما شفتوا بالفيلم، حركة اقتصادية كبيرة تنمي الاقتصاد في المنطقة. أيضا بتعمل تنمية زراعية كبيرة أو تنمية حيوانية عفوا كبيرة جدا. معناته أو فيما معناه أن اليوم الحيوان اللي بناخده من هذا المربي ما راح يرمي منه أي شيء، راح يستفيد منه من يعني من شعره إلين حوافره، كل هذا مدفوع قيمته. فبيكون في حركة اقتصادية جدا كبيرة. اليوم نحن تم العرض
الاستراتيجية هذا على سمو الحاكم نالت إعجابه، ووجهنا في العمل على هذه الاستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع إن شاء الله بإذن الله. طيب الآن أنت لما تكلمت عن المرعى المخصص لمنطقة سيلة أو في منطقة سيلة، هذا نقدر نقول هو نموذج أولي للمراعي هذه سعادتك؟ بالضبط بالضبط أخوي براشد، إن شاء الله نحن المراعي هذه سوف تعمم على إمارة الشارجة. نحن اليوم بدينا في منطقة سيلة، هذا ليس فقط في منطقة سيلة، مجرد نموذج. نحن أنت تعرف اليوم هذا المرعى هو الأول من نوعه في الوطن العربي، وأنا أعتقد على العالم يمكن يكون الأول من نوعه. احنا قمنا بالاتفاق مع او الاجتماع مع دائرة الاشغال، مشكورين ما قصروا بعمل نموذج في هذه المنطقة. حطينا كل افكارنا وتوجهات سمو الحاكم كذلك وضعناها في هذا المرعى، اجتمعنا مع اصحاب الشان في هذا الجانب. طبعا احنا النموذج هذا ما بيكون هو فقط، يعني مستقبلا ان شاء الله راح نطور فيه وراح نحط فيه الاشياء اللي نقصتنا او ما وجدت في هذا المرعى سوف نحققها في مراعي ثانيه. الان احنا كدائره استلمنا ما يقارب 6 مناطق في اماره الشرق وبالاخص هي في المنطقه الوسطى، ولكن جار العمل على استلام باقي المناطق تقريبا ما يقارب توجيه سمو الحاكم يمكن 14 منطقه فتشمل المنطقة الشرقية وإمارة الشارجة والمنطقة الوسطى، ولكن جاء العمل مبدئيا في منطقة السيرة. ما شاء الله. فإذا هذا نموذج إن شاء الله، وسوف يدرس هذا النموذج للاستفادة كذلك من ما سوف تستفيدون من تجارب هذا النموذج بتطبيقه على النماذج الأخرى، سواء كان في 6 مناطق أو في 14 المناطق الأخرى اللي تحدثت عنها. 14 ساعاتك بتكون على مستوى إمارة الشارقة كلها حتى الشرقية؟ نعم نعم، تشمل إمارة الشارجة الوسطى والمنطقة الشرقية. أنا بس أبو راشد أحب أن أبشر يعني أصحاب الشام والمهتمين بهالجانب أن سمو الحاكم يعني يولي اهتمام كبير جدا في هذا الجانب. من خلال اهتمام اليوم وجهنا سمو الحاكم واعتمد لنا عمل عيادات بيطرية متنقلة، هذه الأولى على مستوى الدولة أن عيادة متنقلة تتوفر فيها جميع الخدمات من يعني أشعة من أدوية، كذلك ممكن عمل عملية في 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 نفس الموقع الذي في العيادة المتنقلة هذه متنقلة. نعم ما شاء الله. اليوم تم اعتماده من سمو الحاكم وعلاقة مباركة وجار العمل إن شاء الله بتوفير هذه السيارة. متى بتبدأ إن شاء الله؟ متى بتبدأ العيادة هذه؟ خلنا نبشر الأخوة اللي هم عندهم اهتمام في الموضوع هذا، وتعرف ما شاء الله قطاع كبير جدا في إمارة الشارقة يهتم بقضية المواشي والحلال والمسائل هذه، فتهمهم الأخبار هذه سعادتك. بالضبط أبو راشد، هو اليوم تم الاعتماد، أنت تعرف اليوم السيارة لابد أن السيارة عملية الحصول على السيارة بسيطة أو سهلة، لكن خدمات. عملية تجهيز السيارة بالمعدات في معدات طبية هذا شوي يستغرق بعض الوقت، لكن نحن جار العمل الآن فيها وإن شاء الله يعني خلال الأشهر القادمة خلال السنة هذه إن شاء الله أكيد إن شاء الله خلال السنة هذه بتكون أو خلال النصف الأول من السنة إن شاء الله بإذن الله إذا الله أن السيارة تكون جاهزة وتنزل أرض الميدان وتتحقق الهدف وتحقق الهدف المرجو من وراء إنشاء هذه العيادة. إذا طيب أنا بسألك سعادتك سؤال فيما يتعلق بالمراعي هذه، كم تقريبا مساحتها؟ يعني إذا جينا وتكلمنا مثل مرعى سهيل على سبيل المثال، كم تقريبا مساحته بحيث أن الإنسان يتخيل هذا المرعى يعني؟ والله كبيرة جدا يا أبو راشد، 10 كيلو مربع. ما شاء الله. مساحتها 10 كيلو مربع، يعني شيء كبير جدا. ما شاء الله. هذا كله وهذا مش الأول فقط في منطقة الزيت. هناك ما يقارب الأربع مراعي سوف تكون في الزيت. المرعى هذا الشيخ سمو الحاكم وجه أن المرعى اللي يستفيد منه فقط هم القريبين منه. يعني هذا سهيلة حق سهيلة وزبيدة والأظن البستان يمكن منطقة وكذا. والبستان اللي هم نعم. قريبين هم من 3 مناطق راح يستفيدوا منها بحيث أنه ما يأتيهم واحد غريب ويدخل معهم. سمو الحاكم دائما يعني ينظر للمصلحة العامة بحيث أنه يكون في الألفة الاجتماعية حاضرة بكل مشاريع بكل توجهات أو توجيهات. اليوم مرعى سهيلة أو مرعى الشمال بالضبط مسمى سوف يحقق أو سوف يهدف أو سوف يخدم 3 مناطق فقط. هذا الزيد بعد كذلك راح يكون لهم مرعى خاص فيهم
الطنيج كذلك راح يكون لهم مرأة خاص فيهم. سمو الحاكم دائما يحرص على ان 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 تحقيق الألفة ما بين هذه القبائل اللي موجودة او المناطق اللي موجودة في الديك او المنطقة الوسطى. لا شك انه بيكون ما ادري اذا يتسمى الريف او ايا كان يسمى، اللي هو الشخص المسؤول عن هذه المراعي، لان انا شفت اثناء العرض كذلك في الفيلم ان هذه المراعي ستقسم الى قسمين، قسم نعم. واحد سوف يغلق طوال العام والقسم نعم. الاخر سوف يجزع على مراحل، فاعتقد نعم. ان هذه العمليه محتاجه الى شخص كذلك يدير المساله هذه. هي براز انا احب اصحح، هي بتكون بتقسم الى قسمين، النصف الاول من السنه 6 شهور الاولانيه والست شهور الثانيه، يعني الست شهور الاولانيه سوف تقسم الى 3 اقسام، شهرين 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 نفتحهم والباقي يغلق. نخلص من الشهرين الاولانيات ننتقل للقسم الثاني والثالث والرابع وهكذا على مدار السنه، بحيث تكون الخدمه مستمره مقدمه على طول السنه. بالنسبه للموظفين، الشيخ او سمو الحاكم مشكورا وجه بعمل كذلك عيادات داخل المرعى نفسه، عمل بوابات وعمل وجود حراسه، كذلك المراعي او العزب هذه من بعد المغرب سوف تكون مسؤوليتنا نحن في الحراسة. يعني صاحب العزبة بعد المغرب يغلق العزبة ويروح، ونحن كدائرة أو كمسؤولين نتولى عملية الحراسة وعملية التنظيم والكهرباء والتنظيف إلى ما شابه ذلك. العزب بتكون في نفس المناطق هذه سعادتك؟ بالضبط في نفس المنطقة اللي فيها المرأة، جزء من المرأة سوف يكون جزئين من المرأة أو جانبين من المرأة سوف يكونون عزب لأصحاب الشان أو للمربين. ممتاز ممتاز. طيب يعني يمكن حد يقول من الناس، طيب الحين هذه المراعي 10 كيلو مرعى واحد، وأكيد أن مثل ما ذكرت أنت يمكن الذيد بروحها فيها 4 مراعي مثل ما أخذت من كلامك، هذا محتاج إلى كمية ليست بسيطة من المياه التي تروي هذه المراعي. البذور جزاه الله خير صاحب السمو من خلال جمع للبذور ومن خلال بنك البذور، يعني جمع عدد كبير جدا من البذور وسوف يقوم بتزويد المراعي هذه بالبذور، لكن الإشكالية قد تكون في المياه، فربما يقول قائل أصلا الذيد تعاني من شح المياه، كيف بتحلون الإشكالية هذه؟ أبو راشد، نحن من خلال العرض لو شفته نحن حرصنا على أن الأشياء التي سوف تزرع في هذه المنطقة هي يعني من طبيعة المنطقة نفسها، هي التي تتحمل الحرارة، تتحمل العطش. نحن نعرف كلنا أن بالفعل يوجد هناك الشح في الماء في المنطقة أو في المنطقة الوسطى، لكن اللي بيسوي الأشياء اللي سوف تتم زراعتها في المنطقة هذه بالفعل راح توالم وتناسب الطبيعة نفسها، يعني ما تأخذ منك كمية مياه كبيرة. هذا كله كان اليوم منعرض على سمو الحاكم، ووجدنا أن بالفعل لابد أن بيكون هناك في رقوق سوف تحفر في المنطقة. سمو الحاكم عنده دراسة جذرية عن المنطقة نفسها وكمية المياه اللي موجودة في هذه المنطقة، فإشكالية الماء نحن عندنا محلولة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله بإذن الله، جزاكم الله خير. طيب متى إن شاء الله بإذن الله سوف يبدأ العمل كذلك في المناطق الرعي الأخرى أو المحميات المراعي الأخرى؟ احنا مثل ما قلت لك الاول ابو راشد، نحن هذا النموذج يعتبر النموذج الاول اللي هو موجود في الوطن العربي او العالم يمكن اقول لك ابو راشد، فلذلك نحن نبغى ننجز اول مرأة وننظر فيه، يعني مستقبلا ننظر ما هو القصور او ما الاشياء التي يجب ان تتوفر في هذا المرأة بحيث ان ما نتجنبها في المرأة الثاني. انا اعتقد ان شاء الله في شهر 3 نحن راح ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي عملية الشبوكة وعملية العزب، بناء العزب. أنا أعتقد إن شاء الله خلال شهر 6 بيتم تسليمها لنا نحن كدائرة، بيتم زراعتها، يعني أنا أعتقد خلال السنة أو بداية 2020 إن شاء الله نحاول أن نقدم فيها خدمات للمواطنين. جميل. طيب سعادتك آخر سؤال إذا سمحت، يعني في آخر الفيلم اللي عديتوه جزاكم الله خير تتحدثون حول أهمية هذا المشروع وكيف أنه سيغذي السوق بوفرة من ناحية اللحوم ومن ناحية كذلك الألبان وحتى يعني المسائل الأخرى، فبالتالي كيف بتتم العملية هذه سعادتك؟ أخوي براشد، اليوم إحنا عملنا دراسة للسوق المحلي والسوق العالمي، ارتئينا بالفعل أن هناك في يعني طلب للحوم الحمراء
فاحنا اليوم من خلال المرعى هذا راح نحقق بعد اقتصادي كبير، اي راح يحقق انشاء تنميه حيوانيه كبيره جدا. طيب بعد تحقيق الثروه هذه او زياده الثروه هذه، انت شو الفائده؟ هذه باكر بتدر عليك البان، بتدر عليك لحوم، بتدر عليك، فهذه كلها بتخلق لي ان شاء الله طفره اقتصاديه بعمل مصانع في نفس المناطق، مصانع دبغ للجلود، مصانع اجبان والبان، حتى العظم هذا براشد نحن عملنا دراسه انه بالفعل لا يرمى، بالفعل يتم الاستفاده منه في في في, في الامور الطبيه، فهذه كلها بتنشئ لك حركه اقتصاديه في المنطقه، ايضا راح تفتح لك شواغر ما يقارب 460 يمكن وظيفه تخلق لك هذه المصانع اللي سوف تفتح في هذه في المنطقه نفسها، ايضا عمليه استثمارات. فهذه كلها راح يكون عائدها لمين؟ لا 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 لصاحب او للمربي هذه الحيوانات. اليوم هذا صاحب اللي عنده حيوان اللبن هذا وين يوديه؟ راح يبيع على المصنع. المصنع هذا راح يعيد تدويره مره ثانيه بعمل اجبان والبان وغير، يغذي السوق المحلي وما واللي يفيض منه راح يغطي السوق العالمي. فهذه ابو راشد نحن عملنا عليه دراسه وبالفعل راح يحقق ان شاء الله تنميه اقتصاديه كبيره في المنطقه نفسها باذن الله. طيب سعادتك ما علي طولت عليك، لكن عندي اخر سؤال لو سمحت. ما فرصه ان يزاحم المواطن في هذه المهنه اخرون؟ لان تعرف انت الحين مهنه الصيد السمك، يعني الصوت شويه اقول لو تعرف يعني مهنه صيد السمك مثلا على سبيل المثال، زين زاحمنا فيها الاسيويون حتى شيئا فشيئا ابتعد عنها الاماراتي. الان ما مدى خطوره كذلك ان يعني يدخل الاسيوي كذلك وينافس الاماراتي في هذه المهنه؟ توجيه سمو الحاكم كان واضح اللي هو دعم المواطن فقط، يعني هذه المراعي التي أنشئت في إمارة الشارقة وفي المنطقة الوسطى بالأخص هذه فقط مخصصة للمواطن، اللي بيستفيد منها راح يكون المواطن فقط. أنا اليوم أستقطب فقط المواطن اللي بيسجل عندي واللي أنا بمنحها عزبة وبقدم له خدمات، فقط المواطن. اما يعني اللي بيجيني اسوي او شغل بزنس، هذا نحن راح نبعده من مجالنا او من الخدمات اللي راح نقدمها ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله ونتمنى لكم كل الخير، وبنبقى متابعين ان شاء الله لاخباركم الطيبه. سعادتك والله يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا لكم اخوي العزيز، شكرا لكم. بارك الله فيك. جزيل الشكر لسعاده الاستاذ سالم محمد النقبي، رئيس دائره شؤون البلديات والزراعه والثروه الحيوانيه بالشارقه.